خلينا نبدأ معاكم الموضوع بسؤال: مين أول واحد بتجري عليه لما تقع؟ طيب مين أكتر حد معاه أسرارك؟ حد ممكن يقول لي أخويا، حد ممكن يقول لي أمي أبويا، لكن الأغلب هيقول لي صاحبي فلان أو صاحبتي فلانة. الحقيقة يا جماعة أن الصاحب الصالح دايما بيكون مصدر قوة حقيقي وأمان في حياة صاحبه، بيكون عينه اللي بيشوف بيها وسنده اللي بتعكز عليه. علشان كده أكبر عون للإنسان بعد ربنا هو الصاحب الجدع اللي تحس إن ظهرك مسنود عليه وبتستقوى بيه على الأيام، بتروح له أول ما تحس بضعف فبترجع قوي، وقت ما تحس إنك شايل حمل كبير هو أول واحد بيشيل عنك، حتى أسرارك هو اللي بيحفظها. لو ليك صاحب كده اوعى تفكر انك تبعد عنه في يوم من الايام، لانه هديه من ربنا ليك، فحاول على قد ما تقدر انك تستثمرها وبدله نفس الشعور والمواقف. الصحبه الحقيقيه هي اللي عمرها لا بتتاثر بغياب او بعد، ومهما طالت السنين وقابلتوا بعض عمركم ما بتحسوا بغربه ابدا، بتاخدوا بعض بالاحضان، تقعدوا بقى تفتكروا ايام زمان والشقاوه، وده لانكم بتحبوا بعض فعلا بدون أي تكليف أو حتى معاناة. وده عكس تماما الصاحب اللي كل ما يشوفك يبكت فيك: انت لسه فاكر؟ طب اسأل عليا يا عم، انت اتغيرت، خد عندك بقى. كلام كتير من هذا القبيل: يا عم طب انا قصرت، انت ما سألتش ليه؟ واللي هو حق مكتسب اني لازم انا اللي اسأل. الحقيقة ان الصاحب اللي من النوع ده بيخنق، وغالبا العلاقة دي ما بتكملش. لكن المهم احنا بنتكلم على الصديق الصادق، الولد الجدع اللي شبهك، اللي من كتر ما انتوا فاهمين بعض بقيتوا نسخة واحدة، نفس الإفهات، طريقة الكلام والرياكشنات، نفس صوت الضحكة، واحد في كل حاجة، اللي معاك معاه واللي في جيبه بتاعك، اتنين صحيح لكن بتكملوا بعض، روح واحدة بقلب واحد، أخوك اللي ما خلفتوش أمك بحق وحقيق، بتنسندوا عن بعض في كل مكان، أول واحد بتلاقيه في أول الصف في أي أزمة، وقت الفرح بيفرح لك من كل قلبه، عمر ما عينه صفرت عليك ولا تخابس، بيتمنى لك الخير زي نفسه بالظبط. فلو عندك صاحب زي ده امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه لأنه يستاهل، حافظ عليه لأننا بقينا في زمن صعب وكلنا بنحاول ندور على الناس الكويسة بمنكعش. استنونا بعد الفاصل.